أنت قمت الليل لله وأطعت الله واستقمت لله وامتثلت أمر الله لله بس، أعطاك الله فضل ومنة، ما على الله شيء واجب عليه أبدا. الذي عليك أنت تستقيم على هذا الأمر، تفتح بابك، هذا دكانك، افتح بابك واتكل في الرزق على الله لا على الدكان. لكن غروهم الآن بالشهادات الذي أعطونهم إياها في مدارس العلوم، حتى اتكلوا عليها أنها هي التي ترزق الشهادات هذه، حتى يقول بعض الآباء وقد سمعته، بل ويقول بعض مدراء المدارس أن إذا ما دخلت أولادك هذه المدارس العمومية أنك ضيعت مستقبلهم، وهم من المترسمين بالدين. فالوعاد شيء بعده، هذا فكره، كيف بيقود عالم، كيف بيقود جيل، هذا كيف بيرشد لطريقة السلف الصالح، هذا خطر على طريقة مثل هؤلاء، وإن كانوا شيابة، كانوا خطر على طريقتنا وإن كانوا شيابة. ها ما بتحصل أسل منهم في الصين، هناك أسل منهم عادة. ولا عبرة بالشيابة، هذا العبرة هنا، إيش عندك هنا، إيش أشرق هنا. لا بيسيرون وبينقذون الشباب هؤلاء المساكين الذين هم ضحية الزمان اليوم. شوف الشباب كيف مبهذة، تعتريهم أفكار، تعتريهم خواطر، اللي تعلق بش بيكون بعد بكرة، واللي تعلق بالأمور هذه حتى دخلوا في مظاهرات وفي مفاوضات وفي مشاغبات وفي تطرفات وفي أذية للعباد وإرهاب للعباد، وكل ذلك باسم الدين، ويعتقدون نفسهم أنهم على الطريق المستقيم. مساكين شباب، يا خير شباب، ما يستاهلون، لكنهم سلكوا طريق غير الصواب وتعلقوا بمن لم يدخل في الباب، بل ولم يقف حتى على الأعتاب، وتعلقوا به وظن نفسهم أنه بيدخلهم، هو جيم برا عادوا، كيف بيدخلك أنت وقلبه أسود وليس له بصيرة منيرة، كيف يساعدك؟ أول يساعد نفسه، أول من لم يساعد نفسه وبغى أحد يساعده وينقذه من الوحل والوسخ الذي هو فيه، كيف يساعد غيره؟ كالغريق بينجي غيره، هو غريق بيخاف من الموت، كيف بينجي غيره؟ لا نجى نفسه ما بينجي غيره.